اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد كنا في حلقه سابقه عن موضوع التبرير وكان العنوان كيف يتبرر الانسان عند الله وفي هذه الحلقه رح نتكلم عن انواع التبرير مع دكتور سامح عزيز أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة بصراحة حلقة مهمة جدا فيها استفادة وبركة روحية لكل واحد والشيء الجميل تدرك كم كلفت يعني السماء لكي يتعامل ويتفاعل مع الإنسان المحتاج لسبب محبته ونعمته أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير أهلاً أحبائنا مشاهدينا رح نتكلم عن أنواع التبرير قبل ما نفوت في الحلقة بحب أقدم دكتور سامح عزيز خادم الإنجيل رجل الله هو يعني أجمعها بكلمتين هو تلميذ للكلمة ومعلم للكلمة وإحنا متبركين طبعاً في وجودك معنا دكتور سامح اهلا وسهلا فيك في برنامج ليك النور شكرا يا اسس نزار وشكرا من اجل الدعوه الجميله للمشاركه مع حضرتك بالكلمه ربنا ربنا يباركك شرف لي آه شرف لينا يا آه دكتور آه الحلقه اللي مضت اتكلمت عن كيف يتبرر وشرحت لنا شوي اذا ممكن بس يمكن للناس اللي ما شاهدت وانا بشجعك فعلا بشجعك انك ترجع وتشاهد الحلقة الأولى تعطيني هيك ولو ملخص بسيط عن الفكرة اتكلمنا في فكرتين الفكرة الأولانية أنا محتاج للتبرير قدام الله لأني مذنب م. واتكلمنا إدراكي أن أنا مذنب نتيجة لعمل وتبكيت الروح القدس م. وإقناعي أن أنا مخطئ قدام الله بالضبط زي ما وكيل النيابة بيقوم بدور إقناع للمجرم اللي ارتكب شيء ضد القانون إنه في الآخر يقول أنا مذنب مم. فنفس القصة إحنا أخطأنا فأنا مذنب قدام الله فأنا محتاج لنعمة الله ورحمة الله إنه يبررني مم. دي أول فكرة تكلمنا عنها الفكرة الثانية تكلمنا يعني معنى التبرير يعني الله يبررني واتفقنا ان هو في حاجة تشبيه من البنوك مم. تشبيه من البلوك قاله الرسول بولس في رسالة روميا أصح أربعة أنه أخذ خطاياي من حسابي وأضاف البر إلى حسابي وقلنا التشبيه الجميل كأن واحد راح عمل مشروع واستدان من البنك مبلغ كبير ونف... وعمل المشروع بعد كده المشروع فسد احترق خرب فبيجي مديون للبنك بمبلغ ما فراح شخص غني ذهب للبنك سدد ديونه ووضع له رصيد فقلنا معنى التبرير ان الله اخذ خطاياي من حسابي مم. اللي هي الديون واضاف برا الى حسابي مم. فاصبحت قدامه بار حكمت المحكمه السماويه ان سامح المذنب المودان الذي يستحق الهلاك والدينونه حكمت المحكمه انه بار اي لم يرتكب ولا خطيه بالعكس عمل كل شيء صح <applause> وبطريقه قانونيه حلو <applause> طيب واليوم احنا يعني زي موضوع او عنوان الحلقه انواع التبرير قبل ما نفوت كمان يعني في كيفيه التبرير اذا ممكن تشرح لنا عن انواع التبرير اخ سامح اسيس نزار عندك اولاد او بنات عندي عندك ولد افترض رحت وانت بتبحث له عن عروس لقيت عروس من عائله رائعه جدا مشرفه وطبعها رائع جدا بس بتخطئ كتير مش هتقدر توافق طيب رحت لعروس تانيه من عائله مشرفه جدا بس طبعها رديء واخطاها كتيره ده بيجي عندك سببين للرفض اخطاها كتيره وطبعها وحش فمش هتوافق رحت لعروس ثالثه من عائله تعر <تصفيق> <تصفيق> يعني ايش؟ <applause> يعني عار عار اه يعني ما تقدرش تناسب هذه العائله ده عار يعني أوكي. افترض عائله كلهم نصابين واشرار اشرار, أشرار وسرقه وكذبه وخبص العائله غير مشرفه مم. وهي طبعها وحش واخطأها كثيره مم. طبعا مرفوضه تماما <applause> انا بقول كده ليه؟ لان الله عندما اراد ان يحضر عروس لابنه العروس دي اللي هي احنا مظبوط خطاياها كتير فمحتاجه تبرير خطايا وطبعها رديء فمحتاجه تبرير من طبعها وعائله ساقطه لها عائله ادم فمحتاجه تبرير من العائله مم. فدول ثلاث انواع من التبرير بتشرحهم لنا رساله روميا حلو خطاياي اللي ارتكبتها فاصبحت مذنب قدام الله وموجودة في الصحيفة الجنائية الخاصة بي قدام الله فهنا أنا محتاج تبرير من الخطايا التي ارتكبتها مم. ده أول شق لكن يتبقى أن طبعي فاسد ما أنا طبعي الخطية الساكنة فيا فأصبحت طبيعتي فاسدة معوجة لا يمكن أقدر أعمل شيء صح فأنا محتاج تعالجني من طبعي وهنا الذي مات قد تبرأ من الخطية في رمية ستة نعم لكن ايضا انا من عائله ما بتشرفش ما بتشرفش عائله ساقطه بتكره الله عائله عائله ادم عائله الانسان في الجسد الانسان م. تحت الخطية الانسان تحت حكم الموت فهنا الله برأني من العائله وده بيسميه في روميه خمسه تبرير الحياه م. فعشان كده انا حاليا قدام الله بار من جهه خطاياي بار من جهه طبعي الفاسد الداخلي ده اللي بيقوله بولس اللي بولس بيشرحه في روميا سبعة لست بعد أفعل ذلك أنا بالخطية الساكنة فيا. رقم ثلاثة أنا من عائلة مشرفة، أنا من عائلة الله. عائلة مش عائلة في مم. آدم. أنا عائلة من يقال عنهم في المسيح. ودي إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. في المسيح، ده التبرير من العائلة. مم. أنا مش في آدم. أنا في المسيح. مم. وكوني أنا في المسيح إذا الحياه التي تسير فيها هي ذات حياه المسيح دي مش حياه مدانة انا دايما اقول عشان اشرح القصه دي افترض لقيت عروس حلوه جدا 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 اخلاقها حلوه جدا طبعها حلوه جدا بس من داعش هتوافق ولا مش هتوافق مش تقدر توافق ليه من عائله لا تشرف نفس القصه حتى لو انا صالح وطبعي فاسد انا من عائله من عائله محكوم عليها بالموت، عائلة تحت سيادة الخطية والموت، لكن أنا مش بس من عائلة فاسدة اللي هي عائلة آدم، لكن أنا مم. أيضاً طبعي فاسد، الخطية الساكنة فيا، وأيضاً أعمالي شريرة، وهنا ثلاث أنواع من التبرير. مم. فعشان كده زي ما كنت بتقول التكلفة التي تكلفتها السماء مهولة. ليه؟ عشان العروسة دي <applause> هبرأها من خطاياها وهبرأها من طبعها وهبرأها من العائلة لتصبح مم. بارة من جهة خطاياها بارة من جهة طبعها بارة من جهة عائلتها ليحضرها لنفسه كنيسة مجيدة, مجيدة. لا غضن فيها ولا دنس ولا شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبالعيب له كل المجد يا. Yeah. له كل المجد فاذا هاي انواع التبرير اللي تكلمت عنه باختصار شديد واو يعني هاي بتبسيط. الانسان محكوم عليه يعني من الاخر يعني من الثلاث نواحي من الثلاث نواحي من الثلاث نواحي ما بيقدر يرفع راسه ولا من اي ناحيه. من من جهه اعمالي انا مذنب وعندي سجل خطايا. من جهه طبعي عصبي وغضوب وفاسد ومعوج وخبيث. الفساد الداخلي للطبيعه البشريه. من جهه عائلتي عائله ساقطه. وهذا بقود لسؤال المليون دولار <applause> فاذا كيف اتبرر؟ نعم. كيفيه التبرير نعم تعالوا ممكن نقرا جزء مع بعض في أكيد. كلمه الله وممكن يطارد على السلايد قدامنا في الشاشه أوه. في روميا 3 24 امم هذا الجزء الشهير متبرين مجانا مجانا بنعمته بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح أحب. الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السلفة بامهال الله لاظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو؟, من هو من الايمان بيسوع ايضا في جزء في, في السلايد التالي من رساله يعقوب في السلايد التالي على طول اصحاح اثنين يعقوب بيتكلم عن التبرير قدام الناس او برهان التبرير بالحياه العمليه ما المنفعه يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال هل يقدر الايمان ان يخلصه ان كان اخ واخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي، فقال لهما احدكم: امضيا بسلام استدفئا واجبعا، ولكن لم تعطهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا آه الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت ميت في ذاته. السلايد التالي السلايد التالي ممكن نشوف؟ ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل انت لك ايمان وأنا لي أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني إيماني كده في السلايد اللي جاي كمان هنتكلم عن ثلاث حاجات أساسية ممكن نشوفه مع بعض على الشاشة آه. أوكي هنتكلم عن التبرير من جهة الله ومن جهة الإنسان م. معنى كده إن إحنا بنشوف إن الله له دور وأنا لي دور م. مقدرش في التبرير الله يكون لي دور وانا ملياش دور لانه في ناس بيلغوا الدور الالهي انه عايز يتبرر بذاته <applause> لا ده الله هو الذي يبرر مم. وانت اتكلمت عن مثل الفريسي مثل الفريسي ايوة او مقدرش الغي دور الانسان مم. ليه؟ لان انا ذو ارادة نعم والروح القدس لما بيقنعني ان انا مذنب عن طريق اقناع العقل والضمير زي ما تكلمنا في في الحلقة السابقة. عشان خاطر انا اخد قرار ان انا اقبل ان آتي إلى الله وأتبرر أو أرفض وأظل في ذنوبي وأهلك. ايوه. فعشان كده الله له دور وأنا لي دور. تعالوا نرجع مرة تانية للسلايد. الله ليه دور، أنا لي دور. فهنتكلم عن كيفية التبرير رقم واحد. رقم اثنين هنتكلم عن ثمن التبرير مم. رقم ثلاثة هنتكلم عن برهان التبرير مم. في كيفيه التبرير هنتكلم عن دور الله ودور الانسان كيف اتبرر كيف الله يبررني النعمه عشان كده متبررين مجانا بنعمته. بنعمته ايه هو ايه ما هو دوري كانسان مم. الايمان الايمان عشان كده دي ثاني نقطه ال الايمان عشان كده بنقرأ متبررين مجانا لبناته بالإيمان الذي يسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه مم. طيب ثمن تبريري ده مم. زي ما كنت حضرتك بتقول في المقدمة الجملة لمست قلبي جدا كم تكلفت السماء بنقرأ في نفس الجزء الكتابي الذي قدمه الله كفارة أدي الثمن من جهة الله ودي النقطة الثالثة إن تبريري كلف الله انه يقدم ابنه ليموت على الصليب كفاره لخطايانا وده الاساس بالدم. الاساس القانوني للتبرير مم. هنتكلم عن النقطه دي رقم أربعة طب كم الثمن من ناحيتي كم التكلفه من ناحيتي انا كخاطئ مجانا ودي رابع نقطه مم. متبررين مجانا ايوه طيب هل هذا التبرير مبرهن اقدر اطمئن اني تبررت نعم نشوف خمس نقطة البرهان من جانب الله الله برهن أني تبررت أنه أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا فقيامة المسيح برهان تبريري مم. ودي نقطة هنناقشها طيب البرهان من جهتي أنا أنا نلت التبرير نعم هل الله برهن نعم بقيامة المسيح كيف أنا أبرهن هنا يأتي دور يعقوب اثنين الأعمال مم. المقصود بالهنا مش الأعمال الصالحة خالص مم. لكن مقصود بها أعمال الإيمان الترجمه البرهان العملي البرهان العملي فش كده هنناقش الست نقاط دول تفضل رقم واحد كيف اتبرر؟ كيف؟ مم. دي نعمه من الله ونعمه معناها الله يتحرك بدافع الحب لمن لا يستحق مم. النعمه هي نشاط محبه الله مم. تجاه من لا يستحق انا مذنب أنا أستحق الدينونة أنا أستحق الحكم مم. لكني لأني جئت لله بثقة وبإيمان وندم وتوبة هنا الله يبررني كيف كيف يا رب للقاضي البار العادل اللي هو الله القدوس البار العادل زي ما كنا بنتكلم عن معنى الكلمة في, مم. في اللغة العبرية اللغة العبرية الصدق والاستقامة مم. والشفافية والنقاوة صح والطهارة كلها طهارة والمحاسبة كلها في نفس الكلمة كلها في نفس الكلمة يعني يهوة صدقانه يهوة اه ممكن؟ صدقنا نعم yeah. نعم لما يشوف مذنب قدامه ازاي يحكم بتبريره؟ هو حكم انه الانسان خاطئ انه اذ الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله بعدين على طول بقول متبررين مجانا بنعمته نعم عشان كده هو لو حكم علي بالدينونة هذا يوافق بره نعم فإزاي يوافق بره أن يحكم علي بالتبرير مم. لأنه وجد طريقة قانونية وهي اللي عاوزين نسمع يا أخ سامح آه فعشان كده إيه دور الله كيف النعمة مم. طيب كيف أنا كمذنب أنال هذه النعمة من يصدق مم. اللي هيصدق وهيؤمن هيأتي للمسيح يتبرر مم. اللي مش هيصدق يعني مش هيؤمن لن يأتي للمسيح وسيظل في ذنوبه إلى أن يواجه الله في بره للدينونة مش للتبرير فإذا بالإيمان بالإيمان والإيمان هو التصديق نعم والإيمان هو التصديق والتصديق يخليني أجي لله الله وأقول له أنا أستحق الدينونة لكنك قدمت المسيح لأجلي واثق فيك مم. واثق فيك وده اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت العشار ايه اللي جاب العشار الخاطي للهيكل اللي يصلي؟ جاي ليه؟ <applause> انت فعلت كل الخطايا. جاي ليه؟ عايز التبرير. طب وانت عارف ان الله بار هيبررك؟ اه لان الله عنده نعمه. فانا جاي بسبب عارف ان الله عنده نعمه وانا واثق انه هيبررني. وجاء واخذ التبرير ورب يسوع شهد هذا نزل الى بيته مبررا. مبررا دون ذاك. حضرتك كنت بتتكلم عن الديون في الحلقه اللي فاتت. لما رب يسوع دخل بيت الفريسي سمعان سمعان فريسي زي الفريسي بتاع المثل ايوه المراه خاطئه زي العشار بتاع المثل مم. المراه سمعت انه في البيت مم. في بيت الفريسي جاءت جاءت جيتي ليه ده انت داخلة بيت فريسي هينظر اليكي نظرات في مصر نقول من فوق لتحت ايوه يعني نظرات الاحتقار والتعالي مم. وفعلا هذا اللي صار وده اللي صار <applause> وده اللي صار جاءت وترمت عند قدمي الرب يسوع تبكي تغسل قدميه بالدموع تمسحهما بشعر رأسها وتدهن قدميه بالطيب وتقبل قدميه جاية ليه واثقة انها تسمع من فمه هتسمع قال لها مغفرة مخف... مغفورة لك خطاياك يا امرأة اذهبي بسلام مغفورة لك خطاياك الحق اقول لكم قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا عشان كده ايه اللي جايبها الايمان مم. ايه اللي مخلي زكا يطلع على شجرة؟ الإيمان. الإيمان. فش كده ده دوري أنا. ده دوري أنا مش دور الله. <applause> دور الله إنه مستعد يعطيني التبرير بالنعمة. عطية مجانية. دوري أنا إن أمد يدي وآخذ. أستقبل. أستقبل. إذا ما مددتش يدي لآخذ خلاص بتضيع الفرص. مم. وده اللي بيقوله أشعياء وهو بيتكلم بحسرة عن اليهود اللي رفضوا المسيح للتبرير م. يا رب من صدق خبرنا من صدق خبرنا آه النقطة الثالثة ثمن التبرير عشان خاطر خطاياي تزال من حسابي طب هتروح فين وضعت في حساب المسيح وخطايا كل ولاد الله كل من يؤمن به كم الديون اللي اتخذت من حساباتنا يا أسيس ووضعت في حسابه وضع عليه اسم جميعنا في يوم الكفارة العظيم وده موت المسيح الكفاري على الصليب في يوم الكفارة العظيم في سفر لوين أصح 16 كان رئيس الكهنة بيجيب ذبيحة ويضع يده عليها ويقر بكل ذنوب وسيئات بني اسرائيل مع كل خطاياهم ليجعلها على راس الذبيحه. على راس الذبيحه. فالمسيح الله وضع عليه اسم جميعنا، كل خطايانا اتخذت من حساباتنا وذهبت الى حسابه، وذهب هو كالبديل للصليب وهنا الايه اللي حضرتك قلتها المره اللي فاتت جعل الذي لم يعرف. يعرف خطيه جعله خطيه لاجلنا لنصير نحن بر, بر الله وده اللي حصل اخذ البر من حساب المسيح ووضع في حسابنا فصار لنا حكمه من الله وبرا وقداسه وفداء. وفداء واش كده دي الترنيمه القديمه اللي كنا بنغنيها زمان هو بري كله هي هو كل بري ما عنديش غيره بر مم. هو بري قدام الله وهنا ده الموت الكفاري للمسيح مم. على الصليب طيب كم التكلفه من ناحيتي؟ مجانا 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 هلوم ايها العطاش العطاش بلا مم. فضه وبلا ذهب مجانا مم. مم. مجانا لانه ما فيش حد فينا يقدر يتحمل التكلفه. مم. الوحيد اللي يقدر يتحمل التكلفه كان ربنا يسوع المسيح، ولهذا كان لابد من تجسد الكلمه ولابد من موته الكفاري على الصليب لان ما فيش غيره يقدر يعمل كده. سؤال بطرس فمن اذا يستطيع ان يخلص؟ نعم كان جواب المسيح الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الله. هو عمل الهي كامل هو. صافي 100% ااا أه النقطة الخامسة برهان التبرير. مم. الله برهن على تبرير بقيامة المسيح رمية خمسة رمية 4 25 الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم واقيم لاجل مم. تبريرنا. لانه الرب يسوع لما حمل خطايانا اخذ الذي لنا ما الذي له. مم. لما حمل خطايانا وذهب الى الصليب ليصنع الكفارة مات تحت حكم الدينونة مات حكم عليه أنه ضرب من أجل ذنب, ذنب شعبي. شعبي مات افترض أنه هو بعد ما مات ودفن يا جسيس دفن يوم الجمعة وقعد الجمعة والسبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس ما جمش وعدى الأسبوع الأول وعدى الأسبوع الثاني وعدت أول سنة وعدت ألف سنه وعدى 2023 السنه دي ما قامش المسيح. مم. لو المسيح ما قامش من الاموات معنى كده انه عمله الكفاري لم ينجح. وايماننا كله باطل. فهو ما زال تحت حكم الموت. مم. معنى كده ان كفارته فشلت. ولو كفارته فشلت يبقى لا الخطايا ازيلت من حسابي ولا البر تم اضافته الى حسابي مم. ما زالت الخطايا لم تحل المشكله مم. لكن مش ده اللي حدث اللي حدث انه لي كل المجد يوم الاحد قام قام مم. معنى كده ان مشكله خطاياي انتهت لانه اخذ خطاياي ومات تحت حكم مم. الموت فكده اتحلت مشكله الخطيه معنى كده ان البر تم اضافته الى حسابي مم. اللي برهن الله برهن ايه مم. انه اقيم المسيح من اجل تبريرنا الله اقامه من الاموات فده برهان ان ما ولا خطيه في حسابي مش مم. بس كده وتم اضافه البر الى حسابي فش كده كلما رايت الرب يسوع في يمين العظمه في الاعالي انا متيقن ان خطاياي مش في حسابي بالعكس حسابي مم. في بر مم. انا بار قدام الله ايه البرهان اهو المسيح في الاعالي <applause> عشان كده قيامه المسيح من الاموات برهان نجاح الكفاره مم. وبالتالي محيت الخطايا وتم اضافه البر وده اللي انت ذكرته في اخر شيء يعقوب اثنين نعم وهنا ده البرهان اللي من ناحيتي انا برهان الانسان اه انا تبررت اه ايه الدليل والبرهان اني تبررت كيف ابرهن وهنا يعقوب اتكلم عن ان لابد ان تكون البرهنة باعمال الايمان م. وهنا ده مش برهان قدام الله لان مش محتاج برهان قدام الله لان الله بنفسه برهن على تبريري امامه <applause> بقيامة المسيح نعم. لكن انا محتاج ابرهن على تبريري قدام الناس عشان كده يعقوب اتنين بيجيب مواقف انسانية ما المنفع اخوتي ان قال احد دي مواقف انسانية يعم. انا ان له ايمان وليس له اعمال إن كان أخ وأخته محتاجين معز... ومعتزين معتزين للقوت اليومي. مواقف إنسانية. مم. اتبررت؟ اه إيه البرهان؟ البرهان إن لابد أن أعتني باحتياجاتهم. لو ما اعتنتش وقلت لهم إمضي استدفئة وكلا واشبعوا هصلي علشانكم. <applause> يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. نعم. هنا الأعمال برهان التبرير. الاعمال برهان التبرير وعشان كده في يعقوب ذكر مثلين ممكن نجيبهم برضو على السلايد تمام المثل الاولاني عن تبرير ابراهيم بالايمان قدام الله مم. وبالاعمال قدام الناس أيوة. وتبرير رحاب بالايمان قدام الله وبالاعمال مم. قدام, الناس. قدام الناس فلو عرضنا السلايد آه وعشان كده ده اول سلايد انه التبرير قدام في التبرير قدام الله في رساله روميا ده بالايمان مم. مش بالاعمال ايوه انا ما اقدرش اتبرر بالاعمال قدام مم. الله لكن التبرير في رساله يعقوب ده تبرير قدام الناس مم. في البعض جسيس بيشبههم بمن واقف واحد واقف تحت قبه كنيسه دائما الكنيسة الكنائس بيكون ليها قبه او مناره أيوة. اه فلو في واحد واقف من جوه واحد واقف من بره الواقف من جوه بيقول دي كونكيف مم. الواقف من بره بيقول لا دي كونفكس م. دي مقعره لا دي محدبه هما الاثنين صح <applause> لان اللي بينظر من الداخل ها هيشوفها كونكيف yeah. اللي بينظر من الخارج بيشوفها كونفكس م. صح بولس بينظر من الداخل كيف اتبرر قدام الله يعقوب لانه ضد الديانه الشكليه م. لان يعقوب بيكتب توبيخ لل... للاثنى عشر الديانة الطاهرة عند الله. أوه. يعني بيتكلم بشكل عملي. طبعا البرهان، يعقوب بي, يعقوب بيوبخ بقسوة على الديانة الشكلية، هي مجرد شكل خارجي ظاهري بادعاء فارغ كاذب. فبيقول لهم لا التبرير قدام الناس أعمالك وريني الأعمال. السلايد اللي بعده بيشرح لنا التبرير في حياة إبراهيم. مم. فممكن نشوفه مع بعض برضو ليه؟ لانه هنشوف التبرير في حياه ابراهيم ممكن نرد خطوه خطوه قدام الله وبعد كده التبرير قدام الناس فالخطوات التاليه نشوفها مع بعض على السلايد ونشوف الايات اللي بتقول الكلام ده فابراهيم تبرر قدام الله وتبرر قدام الناس السلايد اللي بعده الشاهد ابراهيم تبرر قدام الله في سفر التكوين اصحاح 15 نعم فامن بالرب فحسبه له برا برا هنا كيف تبرر قدام الله؟ امن امن وده تكوين 15 واللي بولس بيستشهد بيها في روميا مم. لكن كيف تبرر قدام الناس الخطوه التاليه في عقوبتين الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال إذ قدم اسحاق ده تكوين 22 مم. يبقى إذن في تكوين 15 تبرر بالايمان مم. قدام الله في تكوين 22 برهن على تبريره بتقديم اسحاق ايوه اه هنا في تكوين 15 بالايمان الباوربوينت الخطوه التاليه هيورينا فاذا كيف تبرر قدام الله بالايمان تكوين 15 كيف تبرر قدام الناس بالاعمال الخطوه التاليه هنشوف ان ده حاله داخليه ودي حاله خارجيه فعشان كده الحاله الداخليه والحاله الخارجيه شكرا فعشان كده ابراهيم طبعا في تكوين 15 كان خارج من الحرب اللي فيها انقذ لوط ولوط المسكين بعد ما انتهت الحرب رجع سدوم تاني وفي نفس الوقت الملوك اللي حاربهم ابراهيم ممكن يرجعوا يجمعوا شمل الشيوخ الجيوش اسف رجعوا يحاربوا ابراهيم فابراهيم الله ظهر له قال له لا تخف انا ترسل لك انا اجرك الكثير ابراهيم قال له هتديني ايه وانا عقيم وملك بيتي هو العزر الدمشقي فكان ابراهيم في الخيمه والرب بيكلمه فالرب قال له طب تعالى بره الخيمه يلا بص لفوق عد النجوم هكذا يكون نسلك فامن ابراهيم بالرب فتبرر وزيلت الخطايا من حسابه واضيف البر الى حسابه تكوين 15 حاله داخليه كيف برهن ابراهيم على تبريره ولد اسحاق وجاء اسحاق والله قال له خد اسحاق ابنك قدمه ذبيحه ما يا رب اللي انت قلت له هكذا يكون نسلك كنجوم السماء عايزني اقدمه ذبيحه اه فهمت فهمت اذا الله سيقيمه فخد ابنه عشان يقدمه ذبيحه ده بيبرهن على تبريره ايوه <applause> بيبرهن على ايمانه مم. هنا اعمال الايمان امن بالذي يحيي الموتى نعم. ويدعو الاشياء الغير موجوده كانها موجوده, موجودة. نعم yeah. نفس الفكره في رحاب الزنية ممكن نشوف برضو على السلايد في رحاب الزنية كيف تبررت قدام الله وتبررت قدام الناس رحاب تبررت قدام الله الخطوه التاليه وتبررت ايضا قدام الناس تعال نقرا الشاهد بتاع تبريرها قدام الله mm. لما اتجابلت مع الجاسوسين في mm. اشعه اتنين جاءت لهم سمعنا فذابت الآية اللي قبلها سمعنا كيف يبص الرب أمامكم بحر صوف سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعض روح في إنسان بسببكم لأن الرب إلهكم هو الله في السماء وألهتنا هي على الأرض من تحت لا ده. لا هو الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من, من تحت, تحت. إذا متى تبررت رحاب عندما وصل إليها خبر شق البحر الأحمر إيه ده؟ ما الإيمان بالخبر مم. نعم <applause> سمعت وفهمت أن إله إسرائيل هو الله الحي الحقيقي وأن آلهتها كذبة مم. فآمنت والجميل هنا يا يا جسيس انه الكل سمع بس مش الكل امن ايوه دي حريه انسانيه حريه انسانيه الإرادة. طيب الاراده طيب كيف تبررت بالاعمال يعقوب اثنين يقول لنا ال 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 كذلك رحاب الزانيه ايضا اما تبررت بالاعمال اذ قبلت الرسل الرسل و... واخرجتهم في طريق, في طريق اخر, آخر. اذا عندما قبلت الرسل هي ده عمل للايمان م. ليه رحبت قبل الرسل دول جواسيس جازفت بحياتها كمان نعم يام. لانها مستندة على الايمان يرحب إيه اللي بتعمليه ده دي اريحه محصنه والاسوار منيعه قالت لا كل ده سيسقط. اللي شق بحر صوف هيخلي كل الاسوار دي هتسقط واريحه دي لن تكون غدا. <applause> الاعمال التي <applause> تبرهن الايمان. نعم. اذا كيف اتبرر قدام الله؟ دور الله النعمه، دور الانسان الايمان. ثمن تبريري دور الله عمله كفاره المسيح. ثمن تبريري انا مجانا. برهان تبريري الله برهن على تبريري بقيامة المسيح أنا أبرهن على تبريري بأعمال الإيمان وعشان كده الرسالة إلى كل واحد نال التبرير هل تبريرك حقيقي مبرهن بالأعمال ولا لا مو. رح نواصل الحديث دكتور سامح حابب أسأل عن النتائج كمان شو نعم. النتائج اللي ممكن نحصل عليها من خلال التبرير لكن بحب أعطي فرصة لكل مشاهد يمكن وانت بتسمع الكلام فعلا يقول الكتاب اذا الايمان بالخبر والخبر بسماع كلمه الرب فعن طريق السماع الله بكلمك فخذ القرار اليوم لانه العمل اكمل من اكثر من 2000 سنه تعال بالايمان للرب يسوع ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا احبائنا مشاهدينا بالفقره قبل الفاصل سمعنا عن كيفيه التبرير وتكلم دكتور سامح عن الثمن وعن البرهان وشرحه بشكل حلو دور الله ودور الانسان وكان السؤال قبل قبل الفاصل انه نتائج التبرير ما هي نتائج التبرير أه، كل شخص تبرر بالضبط زي المذنب الواجب في المحكمة مم. وحكم القاضي بالبراءة وطبعا التبرير أعلى من البراءة مم. والتبرير البراءة البراءة والتبرير البراءة والتبرير, البراء والتبرير. فرقم واحد هذا المذنب اللي كان واجب في المحكمة مم. وطبعا لو حكمنا بالتبرير معناها أخطأت وهيبررني مم. لو بالبراءه معناها كانت تهمه خاطئه انا مش مذنب أيوة. انا متهم ظلما لكن التبرير انا مش متهم ظلما انا مذنب فعلا لا وفي النخاع يعني وفي الصميم أه. نعم وبررني فاول نتيجه في الرساله الروميه اصحاح خمسه فاذ قد تبررنا بالايمان اروع شيء بيبحث عنه الانسان في كل العالم في كل التاريخ السلام, السلام. مع الله السلام مع الله عشان كده دي اول نتيجه فاذ قد تبرنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع, يسوع المسيح. المسيح له كل المجد م. فدي اول نتيجه والنتيجه دي ضد اول شيء حدث بعد السقوط اول شيء حدث بعد السقوط الخوف م. الخوف من الله فاختبأ م. ادم وامرأته من وجه الرب سمع صوت الرب إله أتيان في الجنة عند هبوب ريح النهار في تكوين ثلاثة فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الخوف هو خوف كل مذنب من القاضي وأنا بقول لكل إنسان خايف من الله ما تبررش عندك حج في خوفك عندك حج عندك حق تخاف من الله أنت مذنب وبتتعامل مع قاضي عادل بس بقول لكل شخص خاف من الله تعالى للمسيح تنال التبرير فورا تأخذ السلام مع الله ينتهي الخوف لا أعود أخاف من الله مرة أخرى ما أروع هذه النتيجة تخيل لما يكون إنسان عايش على الأرض مش خايف من الله مش لأنه مستهتر مستبيح لا لأن تمت المصالحة وتم التبرير على حساب كفارة المسيح والله بنفسه أصدر حكم محكمة بتبريري لا أعد أخاف من الله مرة أخرى دي أول نتيجة ثاني okay. نتيجة الذي به أيضا أي بربنا يسوع المسيح mm. قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون روميا خمسة عدد اثنين, عدد اثنين. ثاني نتيجة الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون كلمة النعمة تيجي بمعنى الرضا الرضا الذي نحن فيه مقيمون فالإقامة في الرضا الإلهي والدخول إلى المنطقة أو الدائرة للرضا الإلهي كلمة الدخول هنا تقال في اصلها تقال عن سفينه وصلت الى المرفأ الى الميناء بعد العاصفه <applause> وفعلا بعد التعرض للخوف الشديد والشعور بالذنب الخوف م. من الدينونه والخوف من الغضب الالهي بسبب ذنوبي وانا استحق هذا الغضب م. وصلت اخيرا الى شاطئ الامان الى شاطئ الامان حيث انا مقيم في الرضا الالهي <applause> او تقال الكلمه دي يستخدموها شراح كتير وليهم حج عن عن الملكه استير لما كانت ناويه تدخل قدام الملك أحشاويروش عشان خاطر آآ آآ تطلب طلب الحمايه من الاباده وفي نفس الوقت كان في في القانون في ايام مدي وفارس انك لو دخلت قدام الملك بدون معاد مسبق بدون اتفاق مع الملك الملك في يده قضيب ذهب لو ما مدش قضيب الذهب وانت داخل قدامه تعدم لكن لو مد قضيب الذهب معناها انت مقبول الملك راضي عنك فشرح كتير يشرحوها بهذا المعنى الدخول بالايمان الى هذه النعمه الى الرضا الذي نحن فيه مقيمون كما لو كان كما لو تخيلناها في قصه استير روش بيقول لاستير قضيب الذهب ممدود باستمرار لك يا استير في مم. أي وقت تأتي في أي لحظة في أي وقت أنت لك الرضا الدائم مم. هل ممكن نقول على فكرة العهد القديم الذبيحة كان الله يشتم رائحة السرور والرضا وعشان كده الذي به أي بربنا يسوع المسيح بالذبيحة مم. فعلا yeah. الرضا التام وده عكس تاني شيء حدث بعد السقوط ايه الطرد <applause> الطرد ايوه اول نتيجه للسقوط الخوف اول نتيجه للتبرير السلام ثاني نتيجه لل... لل... للسقوط الطرد وعدم القبول ثاني نتيجه للتبرير الرضا التام ثالث نتيجه للسقوط الدينونه ثالث نتيجه للتبرير نفتخر على رجاء مجد الله <applause> نفتخر نفرح ماذا <مزة> ينتظرنا لما كنت مذنب تنتظرني دينونة بعد التبرير ماذا ينتظرنا في المستقبل مجد الله <مزة> ولأن احنا وإحنا في الأرض لنا ثقة أننا سنصل إلى مجد الله هذا وفرحنا هذا <مزة> <حزي> وفرحنا <مزة> الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم والذين عينهم, عينهم فهؤلاء دعاهم والذين دعاهم فهؤلاء بررهم والذين بررنا فهؤلاء ايه؟ مجده المجد ينتظرنا ايوه لان تبررنا بالايمان عشان كده دول اخطر ثلاث نتائج في التبرير امم انه لنا سلام مع الله أيوة. لم اعد اخاف من الله مره اخرى وهذا السلام لا يفقد امم لا يفقد وانا بحكي مع نفسي ومع ضميري ومع كل اخواتي اللي بيسمعوني انه لا اذا نلت التبرير لو تسرب الى قلبك خوف من الله اوعى تقبل أمم. اوعى تقبل. مفيش خوف تاني من الله تبررنا وإذا تبررنا فإذ قد تبررنا الفعل في اللغة اليوناني حدث تم ومستمر معاك مش حدث تم وانتهى مش الماضي المطلق لا لكن حدث ومستمر حدث ومستمر يأ. زي اتولدت في باست باست اورست تو باست كونتينوس يس يأ. فدي فمش اتبررت ويفقد مش اتبررت وانتهى لا اتبررت ومستمر دائم عشان كده في في نفس الأصحاح آه على التسعة فبالأولى كثيرا ونحن متبررون دي حاجة دي حاجة مستمرة احنا تبررنا ومتبررون لن نرجع تاني إلى حالة المذنب قدام الله وبالتالي لا يمكن أن يفقد السلام مع الله لأن هذا السلام مبني على التبرير وهذا التبرير مبني على كفارة المسيح فسلام دائم سلام والسلام مع الله شهوة كل إنسان <applause> سؤال جانبي نسمع دائما التبرير بالإيمان نعم في التبرير بالأعمال في التبرير بالدم نعم في التبرير ب... بالنعمة بالنعمة نعم فهي الاصطلاحات كيف ممكن ننسقها مع بعض التبرير بالنعمة ده بيشرح لنا دور الله في كيف بررني التبرير بالإيمان ده بيشرح دور الإنسان كيف قبلت هذا التبرير م. التبرير بالدم ده بيشرح تكلفة تبريري من جهة م. الله التبرير بالأعمال ده بيشرح برهان تبريري قدام الناس yeah. فعشان كده متبررين مجانا بنعمته صح بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بدمه صح م. بالإيمان صح بالأعمال صح بس كل واحدة منهم بتشرح نفس التبرير مم. من زاوية معينة من زاوية معينة يعني. طيب ممتاز و يعني هل في نتائج أخرى ولا م... في نتائج أخرى في أم... نفس الأصحاح؟ يا تفضل آه، وليس ذلك فقط في عدد ثلاثة بل نفتخر أيضا في الضيقات امم يا أسيس أنباء الناس لما بتدخل في ضيق أول شيء بيقولوه جوا ضمائرهم ربنا غضبان عليا بيخافوا ودايما الناس بيخوفوا الناس م. من حاجه زي كده الشخص الذي تبرر بالايمان لما يدخل في ضيق بيفتخر بيفرح م. ليه؟ لانه الضيق لن يحطمني بالعكس هذا الضيق سيثمر م. في نتائج رائعه م. اللي تبرر بالايمان هو اللي يقدر يفرح في الضيق بس اللي ما زال شعر بالذنب ما يقدرش يفرح في الضيق لانه بيخيل له انه وقد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا ان هذا الضيق من الله عشان اتوب ودي حقيقه في بعض المواقف مش في كل المواقف يعني في هوشع وضيق عليهم لكي يشعروا يتوبوا لكن مش كل ضيق هو تضيق من الله فعشان كده فقط اللي تبرر بالايمان يقدر يفرح في الضيقات ليه عالمينا لان هو بس اللي يعرف أن الضيق ينشئ صبر أي صلابة كاركتر <applause> <applause> يعني تلاقي الناس اللي نالوا التبرير طالعين من الضيقات أروع <تصفيق> <تصفيق> أكثر صلابة شخصية أروع أحلى أقوى وهذه الحياة تحتاج إلى صلابة مواجهة مشاكل الحياة والخدمة والاحتياجات الأسرية واحتياجات العمل تحتاج إلى شخصية صلبة الله يسمح للضيقات للذين نالوا التبرير مم. مش بيخافوا مش بيترعبوا من الله هم عندهم سلام مم. لكن في الضيقات ويتحول الضيق الى صلابه والصبر اي صلابه تزكيه مم. شهاده خبره ايوه <applause> 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 والتزكية رجاء والرجاء لا يخزي لا يخزي لان محبه الله وهذا ما يدركه المتبرر الله بيحبني مم. الله لا يمكن يسمح لي بضيق يؤذيني مم. لا يمكن الله سمح بضيق اه ساخرج انقى من الذهب محبه الله انسكبت في, في قلوبنا, قلوبنا بالروح القدس المعطلنه وادي نتيجه اخرى للتبرير عطية الروح القدس مم. و نتيجه اخرى في على التسعة فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب مم. في غضب قادم على هذا العالم مم. غضب قادم على هذا العالم ونرى العالم يتهيا لهذا الغضب القادم ال... الناس اللي نالوا التبرير متاكدين ان مستحيل الله اللي حبني وانا خاطي أه؟ طب لما كنت خاطي حبني فبالاولى كثيرا وبررني فبالاولى كثيرا وانا متبرر اكيد هيعمل اكتر أكيد. <applause> ده معنى الكتاب اللي عايز يقوله <applause> فبالتالي هخلص من الغضب القادم على هذا العالم. مم. حاجة أخيرة أنه لما كنت عدو قد صلحنا مع الله، هذه نتيجة أخرى مصالحة بموت ابنه فبالأولى كثيراً، طب لما كنت عدو صلحني طب لما بقيت مصالح هيعمل إيه؟ نخلص بحياته بحياته ونخلص بحياته دي المسيح حي لأجلنا وحي فينا. مم. فأخلص بحياته لأجلي بوجوده في السماء كشفيع ورئيس كهنة ورئيس الرعاة ورأس الجسد ووظائف المسيح في المجد وأيضا أخلص بحياته فيا أحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا فهنا بيتكلم عن الخلاص في الوقت الحاضر في مواجهة مشاكل الحياة أو بسبب ثبات وضعي قدام الله لأنه حي لأجلي أخيرا أخيرا أشوف واحد مذنب خارج من المحكمة بعد ما نال التبرير أقول له فرحان؟ يقول لي آه فرحان، أقول له فرحان بإيه؟ يقول لي أصل بيت في سلام، قلت له دي أهم حاجة يقول لا لا في حاجة أكتر. طب إيه اللي أكتر قال تخيل إن القاضي اللي هو الله أرسل روحه وسكن فيا. أقول له دي مفرحك؟ يقول لا لا، في حاجة أكتر، إيه؟ يقول أنا أنا تخيل القاضي دعاني هعيش معاه في مجده. القاضي اللي كان مخوفني زمان. مم. وكان لي حاجه نخوفني دعاني اعيش معاه في المجد قلت له طب في حاجه اكتر قال لي اه تخيل القاضي ماشي معايا رحله حياه حتى لو تعرضت لضيقات هي وهيخلي الضيقات تحول لصالحي في الاخر يقول انت عارف بقى انا مش فرحان بكل ده انا فخور بهذا القاضي مم. وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بالله مم. بربنا يسوع المسيح الكلمه مم. ابن الله الكلام الاعلن لنا من هو الله في ذاته مم. انا انا فخور بالله ذاته اخ سامح يعني في الجزئيه الاخير من هذه الحلقه دائما نسمع اصطلاحات نعم. واذا استغل فتره وجودك اللي نعم. انك توضحها نعم. دائما نسمع كلمه البر نعم. المحسوب أوه. وفي البر المعمول نعم الى اخره ممكن توضح لنا الفكره طيب اقول مثال انا اللي قلته سابقا، تخرجت من كلية الطب، مم. عايز افتح عيادة، ما عنديش مصاري، أنا مم. فقير، رحت جبت قرض من البنك. مم. جبت 10,000 دولار، 50,000 دولار، 50,000 دولار، وفتحت مم. عيادة كلينك رائع جدا. وبعد أسبوع واحد من المنافسين حرج لي العيادة. فبقيت مديون. ب 50,000 دولار. أنت جيت رحت للبنك ومعك أه سكل. معك مئة ألف دولار مئتين ألف دولار مليون دولار رحت للبنك عملت إيه دفعت سد... سددت ديوني خمسين ألف دولار بس وضعت لي رصيد في البنك نصف مليون نصف مليون دولار م. فأصبح أصبحت مش مديون أصبحت عميل مهم جدا ده أنا عندي نصف مليون دولار <applause> ده النصف مليون دولار دول ده شغلي انا ولا شغلك انت يا جسيس؟ مين اللي تعب؟ مم. انت اتحطوا في حساب مين؟ اتحطوا في حسابي انا فده اسمه البر المحسوب. ايه التطبيق الروحي؟ انا ارتكبت خطايا كتير الرب يسوع سدد كل ديوني خطاياي ووضع بر رصيد، مين اللي صنع البر ده؟ هو بقي في انهي رصيد؟ في رصيدي انا فده اسمه البر المحسوب. الذي وضعه الله في حسابي. أو بالأولى أنا حسبت باراً قدام الله. في الواقع أنا فعلياً مش بار قدام الله. أنا فعلياً أخطأت أنا مذنب. لكن أصبحت فعلياً محسوب بار قدام الله. فبما أني خدت رصيد ضخم جداً نصف مليون دولار رحت فتحت كلينك من تاني وبديت أشتغل يا جسيس وأربح. واعيش والنصف مليون دولار النصف مليون دولار دول بيجوا 600 الف بيجوا 700 الف أيوة. بيجي بيجوا الف انا بديت اصنع انا بر هنا اسمه البر المعمول يبقى في شيء اسمه البر المحسوب وفي شيء اسمه البر المعمول البر المحسوب في المثال أي أيوة. انت وضعت لاجلي نصف مليون دولار انت اللي تعبت بس بيجي رصيدي انا البر المعمول أنا بديت أنجح في حياتي العملية استثمر في اللي واستثمر اللي عندي. فأصبح رصيدي يزيد في المعاني الروحية في كلمة الله الله وضع لنا برا محسوبا في حساباتنا فأصبحنا أبرار قدام الله مم. وهنا البر المحسوب ده أنا زي حضرتك زي رسول بولس زي رسول بطرس زي إبراهيم زي رحاب مم. وده اللي يقوله رسول بطرس في الرسالة الثانية صح واحد إلى جميع الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا م. ففي البر المحسوب كلنا زي بعض وعشان كده اصبحنا ابرار قدام الله لكن في في البر المعمول ابراهيم صنع برا معمولا مهول لوط بره المعمول ضعيف جدا الاثنين تبرروا بالايمان ابراهيم تبرر بالايمان لوط تبرر بالايمان بس ابراهيم صنع حياة بر عملي مهوله لوط حياة البر العملي بتاعته ضعيفه جدا جدا م. البر العملي مكافئات داخل السماء ده دوره ان سنكافئ في السماء بمكافات سواء اكليل البر او اكليل الحياه او اكليل المجد او المكافات العينيه الاخرى بحسب البر المعمول لكن كلنا داخلين السماء بسبب البر المحسوب بما صنعه بما صنعه لاجلنا هذه لأجلنا. نعمه اكيد اكيد طبعا معنا هيك شيء ثلاث دقائق اخ أه سامح لا. اذا حبينا نلم الموضوع الحلقه اللي فاتت والحلقه اليوم ايه الرساله في كل موضوع التبرير اللي عاوز توصلها للمشاهد أه الرساله اللي بتوجهها كلمه الله لكل مشاهد اعزائي اذا كنت مذنب وتشعر بالتبكيت الداخلي وتدرك تبكيتك ووضعك القانوني قدام اله بار وتدرك انك محكوم عليك بالدينونه وده اللي بيقوله لك عقلك وضميرك بتاثير وعمل الروح القدس اللي انت مش شايفه واللي انت لا تدركه تعال لله لان الله عنده خبر صار ليك الله القاضي سيبررك سيزيل خطاياك من حسابك تماما وسيضيف وسي... برا الى حسابك لتصبح امامه بار فتتمتع بالسلام العميق وتتمتع بالرضا الالهي ولك رجاء يقيني في المجد الابدي واذا رفضت عزيزي اقول لك اللي بيقوله الكتاب اذا استهزات فانت وحدك تتحمل لان الله لا يريد ادانتك الله يريد تبريرك صلاه انا لكل مشاهد انه فعلا يسمع هذه الكلمات هل هل فيك تقود بكلمه صلاه نعم تفضل امين امين يا ربنا يسوع شكرا ومجدا لجلالك يا رب من اجل التكلفه تكلفه تبريرنا يا رب لتنقلنا من حاله الذنب الى حاله البر من حالة الخوف إلى حالة السلام العميق معك من حالة الطرد من محضرك يا رب إلى حالة القبول إلى الأبد من حالة الدينونة واليأس بسبب الدينونة الأبدية القادمة إلى حالة الافتخار على رجاء المجد شكرا ليك التكلفة كانت موتك كانت موتك على الصليب تحت ثقل خطيئنا شكرا ليك بنصلي من أجل كل نفس سمعت الرسالة لكي تأتي إليك نصلي من أجل كل شخص تبرر بالإيمان لكي يدرك أن هذا السلام متين لا يمكن أن يفقد يا سيدنا شكرا لك من أجل هذه الحلقة شكرا لك من أجل قصة نزار من أجل هذا البرنامج الرائع من أجل كل الأحباء العاملين يا سيدنا الكريم ولإسمك يا رب نهدي كل المجد آمين آمين, آمين. مرة ثانية شكرا كثير دكتور سامح ربنا يباركك ويبارك خدمتك تخيل الآية التي تقول وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وهذا الموقف القضاء الله بيحكم مش بس في براءتنا في تبريرنا وبحط لحسابنا تبرير وبركات ونتائج اللي سمعناها من الأخ سامح. أنا بصلي من كل قلبي إنه هذا القرار يكون قرارك اليوم وتختبر هذا التبرير مثل العشّار المكتوب عنه: "رجع إلى بيته مبررا دون ذاك" ربنا يباركك إلى اللقاء